مرحبا فيكم في فيديو جديد يشرح أعمال فان لايف. عندنا مرسيدس سبرينتر من المملكة العربية السعودية. الفان فيه مواصفات حصرية ويتميز باستغلال المساحات برغم أنه أصغر مقاس من أنواع السبرينتر، بس فيه كل شيء ويتسع لأربع ركاب وأربعة للنوم. من الخارج عندنا مظلة أوتوماتيكية باللون الأسود تفتح بثلاث وضعيات بدون الأعمدة مع الأعمدة في الأرض أو البودي لمقاومة الهواء بشكل أفضل. نقطة كهرباء خارجية مع مخارج USB. مطبخ خارجي مع مغسلة وطباخة. إضاءة خارجية بلونين أبيض وبرتقالي، وتتحكم في تشغيلهم بالتليفون أو نظام أليكسا الصوتي. أليكسا شغل الإضاءة. تمام. من الخلف معنا درج قابل للطي للصعود للسقف، وعندنا مخازن خلفية ودرج سلايد بطول متر ونص. في الجانب الآخر شاور خارجي للماء الساخن والبارد، نقطة توصيل الكهرباء الخارجية، فتحة تعبئة خزان الماء، وعندنا ألواح التغريز مثبتة في الأعلى. وتحت كرسي السائق عندنا نظام تصريف المجاري الأوتوماتيكي من خلال هذا الزر. من الداخل الكراسي الأمامية تلف وتصير مع الجلسة مع طاولة الطعام أو للعمل. مخازن سفلية واستغلال جميع المساحات المتوفرة. هنا عندنا خزانة علوية ومكان للمايكروويف، إنارة باللمس بثلاثة ألوان، جميع النوافذ فيهم ستائر وناموسية، كاونتر صغير هنا، سلة المهملات، توسعة الطاولة، مغسلة بغطاء زجاجي، ثلاجة فان لايف. وحدة التحكم هنا عندنا راوتر واي فاي يركب له سيم كارد، قاري خزان المجاري السوداء، المياه النظيفة ومياه التصريف، قاري مستوى البطارية، زيادة وخفض الإضاءة، وحدة التحكم بالسرير الكهربائي، المفتاح الرئيسي لفصل البطارية، الإنفرتر، المضخة، سخان الماء، المظلة الخارجية، والتحكم بالإنارات المختلفة. دورة المياه باب شتر يوفر المساحة، كرسي المرحاض أمريكي سيراميك، شطاف، شاور، مروحة سقف، إنارة بثلاث ألوان. السرير الخلفي بنظام اللفت بشكل كهربائي، وبعد ما ترفعه يصير معك سرير كامل يتحول لجلسة، ويصير تركب الطاولة بهذا الشكل. مكيف سقف أنيق يشتغل بالطاقة الشمسية. خلف كراسي الركاب ممكن تعلق ملابسك، ولأننا نهتم بأعلى معايير سلامة عندنا هنا كاشف أول أكسيد الكربون، وهنا كاشف الدخان. عندنا مخارج 220 12 فولت USB وتايب سي في السرير السفلي وكذلك في السرير العلوي. وفي النهاية يهمنا رأيكم بهذا الفان في التعليقات.